بس شفت حاجات في القهوة. أنا قلت له قصص بنات حلو عني لا شوبينج ولا مصري. خطيرة جدا بحبه كثير بالجمرت. كان حلو بس ما كنت شفته. أنا عملت ست حاجات كنتش عارفة أحط إيه ولا إيه. يا بنتي أنا طلعت الساعة 8 الصبح رجعت البيت الساعة 9 ونص بالليل. أنا 10 أحكي لكم بس معلومة صغيرة. أنا 10 الصبح كنت في الجامعة خلصنا الساعة 8 ونص بالليل. اسمع معلومة صغيرة. إجا صوت إجا اللي بيصورنا ريبورتاجات أوكي. أنا مين بعرف بالأردن؟ كل اللي قدموا هون صح؟ اللي اجوا معنا كلهم بعرفهم. قعد عندنا اسبوع يصور. ضليت معه كنتش في الجامعه لارا اسكندر دخلت عليه. ضليت معه في كل الريبورتاج. لارا اجت؟ ما تخلوا قد ايه انبسطنا. ريبورتاج يعني معي في الجامعه. ما بتعرفيه انت معي في الجامعه. اسمع محمود شوكي اسمع ريبورتاج. انا كنت معاهم هو كان معي في التصوير تبعي. ما عندكم فكره السيارات الموتر سايكلز